واحد السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الماسك جديد وزوين في الابيض وفي الاسمرار، يعني مع هاد الصيف كيصلح بزاف. ماسك خطير بزاف وزوين صراحه. انا هو اللي معتمد عندي. نبداو ان شاء الله على بركه الله. كنحتاج جوج معالق ديال الخل، معلقه ديال النشا، معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، راس معلقه ديال النيله، بياض الابيض، وعلى حسب النيله لما كانت متوفره ممكن نستعملوا الخرقوم مطحون. كنديروا بياض الابيض ومن بعد كنضيفوا ليه الخل، كنضيفوا القهوه، يعني القهوه راه نافعه بزاف في الطبيخ، يعني زوينه لواحد الدرجه ما كتصور، الاسمرار والتوحيد اللون. وهذا الماسك كيصلح لاي بلاصه الا الوجه ما كنصح به، يعني اي بلاصه في الجسم كيصلح ليها. المهم كنخلطوا القهوه ديالنا مع بياض البيض والخل حتى كتنسجم، تنسجم العناصر مزيان، ما يبقاو ديك الحبيبات. وكنضيفوا عليها النشا ديالنا، النشا حتى هو فعال في الابيض. ولا ما كان النشا يمكن تستعملوا الرز مطحون، الدقيق ديال الرز حتى هو راه زوين، يعني واحد فادو من النشا ولا الدقيق ديال الرز. انا كندير نشا بزاف بجميع الوصفات ديالي كنستعمل فيهم النشا. المهم كنخلطوا العناصر مزيان حتى كتنسجم، كنضيفوا النيله. كما قلت في الاول الا ما كانت النيله متوفره، الا ما كانت النيله الفغي من الاحسن ديروا سميتو الخرقوم مطحون، حتى هو راه زوين وعندو المنافع بزاف. كنخلطوا العناصر مزيان حتى كتخلط، كنجيب واحد البانسو ولا اي حاجه. انا استعملت البانسو هنايا، كنديروا الخليط على اليد ديالنا، لبسوها مزيان كما قلت في الاول، يعني اي بلاصه ما عدا الوجه زوين بزاف. كنديروا الطبقه الاولى، هانتوما كما كتشوفوا عمرت يديا مزيان بالماسك ديالي، كنخلوها حتى تنشف. هي من بعد ما نشفت دابا كنعاودو نزيدو عليها الطبقه الثانيه. كنديروها مزيان هي باش ما كانت اليد معمره واي بلاصه اي منطقه فيها الماسك يكون مزيان. راه مزيان نخلو حتى ينشف، راه زوين، يعني راه مفيد بزاف الاسمرار وتوحيد اللون. يعني ديما الماسكات الطبيعيه ما كتضرش. ودابا كنخليوها حتى كتنشف لينا مزيان، نرجع لكم ان شاء الله. دابا بعد ما نشفت لي يدي، يعني دابا غادي ندير واحد القماش خفيف
وركي يكون انا ما مع نظرا للوقت ما خليتوش ينشف مزيان، وباش ما ينشف مزيان كيكون من الاحسن كندير قماش اليد ديالنا مزيان. نقوم يوليد مزيان مزيان بحركة دائرية. وهاني من بعد ما ساليت القماش ديالي غسلت يدي بالماء بارد، ودابا كنجيب كريم مرطب، اي كريم كان عندكم مرطب ماشي يكون نفس الماركه، المهم اي كريم كديرو ديالكم ديال اليدين. كندهن يدي بحركه دائريه، يعني راه الفرق باين، راه رطب واللون موحد، يعني واحد الفرق صراحه زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا، راه الفرق باين وزوين. كنتمنى منكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعليق، وما تبخلوا عليا كما العاده بالتعاليق ديالكم. بالسلامه عليكم البنات.